شوفوا الحالة، شوفوا الحالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول اللهم إنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ما تقدرش تجيو السبيطار؟ شنو نديرو ليه؟ عندكم شي وراق باش تجيو السبيطارات؟ عيطوا للمسؤولين ديال الوالدة اللي مقابلة. أنا ما مقابلاش، راه عيطت لنا، راه داري لي، راه أمي اللي مقابلة، عيطوا على أمي. شكون اللي سد عليها؟ أمها اللي سد عليها، أنا ما كنسدش عليها. ما راه في مراكش، عيطت عليها تجي عندها. ما في مراكش؟ أنا مشات مسافرة. مقابلة والو هذيك. أنا ما كاينش معايا. أنت ما عرفتش القايد والصوت. أنا عازت عليها، كاينة مع أمها، أنا مرة عليها هي، كاينة مع أمها، باغي ندير ليها أنا؟ لا حاجة. هاد الناس هادو هما اللي سد علينا، تنتقم من الولد، الولد ديال الوراثة، راه بلا ديال الوراثة. اللي بغى حقو تيقول لي شد الفلوس ولا هيا كاينه عندنا الحمقى ما بغاو يعطيوها تمشي الدواء شاد على ثلاث الحاله لا يقول لك امي راه كذب عليك علاش امي اللي شادها واش انا اللي شادها ولا باش سدين الطريق باش سدين الطريق ديالو هو اللي مستقله كامل على الثلاث الطرق غاتي الكثر الحجر غاتي الكثر الحجر غاتي الكثر الحجر راه مشيتو بها يا جندر هذا هذا شكون اللي سد عليك شكون؟ عيط عليها شكون من الناس اللي بلغتي؟ هاد الناس يقول لك هنا تبقى باش تستغلوا الورد ديال الوراثة قول لي نعم واش مشيتي عند السيد القائد؟ مشيتي عند القائد ولا ما مشيتيش عنده؟ لا ما مشيتش عنده عند من مشيتي؟ أنا مشيت عند جدرمية راه جاوتها صوروا ذاك البوطو وجاو شافوا اختك هنا ولا ما جاوش؟ لا ما شافوها والو علاش؟ ايوا هما راه ما قلتيهاش ليهم انا راه خايف براسي انا براسي خايف ولكن قلتي لهم راه اختي مشدوده ولا لا لا ما قلت لهم والو المقدم راه شافها هما راه متفقين مع المقدم على حساب الولد شادين انا تقول لك لو انت عاد انت اللهم انا هذا مركب نعل الشيطان ديالو انت عاد وجاي كتهجم على من هجم انا من هجم انا اللي هجم ولا انت كتغوت انت جيت انت شو باغي شو باغي ما خصهمش هادو ما بغيتو ولا يشهدوا هادو مكرفسه هاد البنت هادي شوف الحوايج ديالها قلعتوهم ليها شوف هادشي بسناها حنا تبارك الله ها الحوايج ها هادشي بسناها انت غير ريح وسكت هادشي بسناها انت ساعه شكون اللي حيد هاد الحوايج راه اللي دخل الاول راه كيجي معايا راه معانا راه معانا راه معانا راه معانا راه معانا راه معانا هذا لا مربط تعريوها ها حوايجها ها الحوايج ها مسكين هاد الحوايج ها فيهم شي ريحه شي حاجه ها حوايجها حيدتهم ليها ها هما شفتيهم ها الحوايج ها لبس اختي لبس اللي قال عليك هذا الشيء لبس 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 المشكل ديال هاد الاخت ديالي اللي هما انتما راه شاهدتوا ذاك المشهد هاد الناس هادو راه سادين عليها على وجه الورث هما راه باش يستغلوا الورث ديال الوراثه وانا بلغت المقدم عده مرات وفي هاد العام هذا اللي فات بلغت القائد عيط على المقدم ما نعرف شنو قال ليه جرى عليا صافي انا عيت انا محتزز هنا انا محتزز ما عندي لا طريق لا دوره انا احسب راسي انا محتزز وراه ما شفت والو الناس سولوا الناس جيران وسولوا تشوفوا المعاناه اللي تنعانينا 20 عام هذيك اكثر من هذيك اختي متهميني راه باغيين يخرجوني من هنا الناس اللي قاطعين عليا الضو وقاطعين عليا سميتو الضو وقاطعين عليا الطريق اشنو بقى ليا؟ راه ما بقى ليا انا الخوي وتيقولوها غادي نعطيه واحد يمشي معاه للحبس والاخرين يهزوا ولادو ويجريو عليهم ويستغلوا حنا البلاد وها الناس راه كاينين انا سولوا الناس سولوا الجيران وراك تشوفوا هاد الحاله هادي بلاد مليلات